طيبين؟ شلونكم؟ شخباركم؟ يعطيكم العافية. بوريكم شيء وايد قوي وايد عجيب. خلكم مستعدين. كاهي وزارة الإعلام. بس دقايق 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 وراح تشوفون كل شيء بعينكم. يلا نمشي. طبعا هذا هو مبنى وزارة الإعلام. هذا برج الساعة. كاهو هذا الكبير اللي هناك. برج التحرير. هذا برج التحرير وهذا مبنى وزارة الإعلام. ما أدري تشوفونه ولا لا. المبنى اللي فوقه وايد أشياء كذي. شوفوا. وطحت على منو يا جماعة؟ أركب. كابتن فوزي. شلونك كابتن؟ سلمك. شو أخبارك؟ الله يطول عمرك. كابتن راح تطلع بالقناة عندي. يا عمري والله العظيم. أتشرف. وأنا اللي أتشرف يا عمري في بدايتك حياتي أنت. الله يسلمك. حياك تعال أركب. والله. والله. هيا. يلا عمي مع السلامة. مشكور ما تقصر. الله يسلمك حبيبي. تسلم. سلام. مركز مونتاج. صباح الخير يا كويت. احنا رايحين استديو في المهمة. ربع دائما كله بالزيطة والزنبليطة موجودين. اوه هذا واحد من كبار الزيطة والزنبليطة. تعال 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 تعال. تدري عن شنو زيطة والزنبليطة؟ انا اخواني اللي تابعوني على اليوتيوب حلو. معلمهم على كلمه اسمها زيطه وزنبليطه. حلو. زيطه وزنبليطه هذه انا دائما لما اروح اغطي لهم شيء كله في طقطقه وطيران لازم. فالزيطه اللي هي زيطه. أيوة. وزنبليطه. فيلا خلينا نسوي زيطه وزنبليطه. يلا اثنين كذي يعني ما يصير. يلا يلا زيطه زنبليطه. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله. شلونكم؟ شلون اخبارك؟ السلام عليكم. هلا والله ونعم الف نعم. والله حظك ان شاء الله. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافيه. الله يحفظهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ويتمم عليهم كل حوار. اليوم زيطه والزنبليطه حدها بتكون نار يعني. لا العادي راح تنسجم ان شاء الله بالاجواء ويصير الوضع كله طقطقه. اليوم راح نستمتع ان شاء الله وياكم. تشرف فيكم طال عمركم. الله يحفظكم ان شاء الله. زيطة وزنبليطة يا بعدوي. زيطة وزنبليطة هي هذا اللي بتسوونه مع شوي. عكس هذا المكان شيء وايد مشوق. راح اخليكم تدشون الحين وتستمتعون واستمتع بعد انا وياكم. جماعه ترى هذا وايد يحرج الاول. ها ليش والله اسلوبه وايد لذيذ يا عمري. انت اللذيذ. لسانه لسانه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. انت 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 العسل. الوالده منو عسى الله يحفظها. الأشياء اللي موجودة هنا داخل الاستديو أكيد مثل ما أنتم شايفين هذه كاميرا. صح هذه كاميرا. بس هذا شنو؟ هذا اسمه أوتوكيو. هذا الشيء اللي يقرون منه المذيعين نشرة الأخبار بمقدمات المشاهير حق أي شيء يصير بالدنيا. المذيع يقرأ من الأوتوكيو. العدسة موجودة داخل وهو يقرأ من هنا وفي كاس فوق. ما يبين عندكم أنتم حسبوكم من المذيع هو اللي قاعد يسولف ولكن لا يعني أغلبهم هم يسولفون كذي ولكن الإعداد له دور وهذا دور الإعداد في الموضوع. السلام عليكم. شلونك؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك. خوف يصير خاطر سعدان. الله يحفظك ان شاء الله. يا جماعه هذا الكريم شفتوا اللقطات اللي تشوفونها كذي بقطه شيء من فوق كذي ينزل تحت سوونها بهذا الكريم. طبعا الكريم هذا شيء مو سهل شيء وايد صعب مو اي احد يقدر يسوي. لازم يكون واحد محترف في التصوير وعنده دقه عاليه انه يمسك الكاميرا وكذي. اوكي الحين هي طافيه ولكن صدقوني الاستديوهات وايد حلوه شكلها وايد حلو. انا نفسي ترى صدقنا انا لي في مجال الاعلام ولكن اول مره ادخل داخل هذه الاستديوهات بعد التجديد وبعد التكبير وبعد كل الاشياء الحلوه اللي صارت هني. برنامج رياضي. اوكي اعتقد ان هني برنامج صباح الخير يا كويت. واو هذا المطبخ اللي يطبخون فيه يا جماعه. ترى انا والله من داخل كلي حماس بس ما اقدر اعلي صوتي لان انا بمكان يمكن باي وقت يقولوا لي اخرج.
شفت هذه المرة؟ ترى هي المعدة. شنو وظيفة الإعداد يا خالد؟ المعدة هو اللي راح ينسق الحلقة من A to Z، هو اللي راح يكتب السكريبت، هو اللي راح يرتب الفقرات، هو اللي راح ينسق مع الضيوف، هو اللي راح يقترح أسامي الضيوف، هو اللي راح يقترح شنو الأغاني اللي راح تصير. هذه وظيفة المعدة أكثر من كذي بعد. تدرون أنا وين الحين؟ أنا الحين ورا الديكور، يعني إحنا تجاوزنا كواليس الكواليس. اللي فهمته من القصة اللي أنا موجود فيها إن وزارة الإعلام تسوي ديكوراتها داخل الوزارة. صح. أنا عندي كم واحد من ربع مهندسين ديكور يشتغلون بوزارة الإعلام. برافو عليكم، ديكورات وايد. شوف. يا جماعة هنا في بنات يتكلمون بمصطلحات كنت أعتقد إنه أو لما تعلمت أو مارست مهنة الإخراج كنت أتوقع أن هذه المصطلحات ما يصير يقولها غير ريال. هلا والله. بعد ذنكم ما راح أدش، وإذا نزفيت راح أتقبل الزف، بس أبي أدش فوقهم. السلم علشان يرتبون الإضاءة من فوق بدال لا يحطون شيء شيء ويعدلون الإضاءة، هذا السلم عشان هو واقف فوق يضبط الأمور، ويعني ممكن تكون في زاوية فوق. سمعت إنه في مكان وايد مهم موجود هنا. واو، هذا الكنترول حقي بروحي الحين. والله إذا حتسمعني هلا أقول شو السالفة. هني الكنترول روم اللي توصل فيه كل الكاميرات، متوصلة فيه كل الفيديوهات، متوصلة فيه كل اللوجوات، وهني اللي ياخذ الهواء، هني المطبخ. هذا الجهاز اسمه سويتشر. سويتشر وظيفته إنه يقطع بين الكاميرات، يعني كاميرا واحد، كاميرا اثنين، كاميرا ثلاثة، شوفوا حلو. وهذا اسمه الجير، منه أقدر أطلع من إفكت لإفكت. هذا الجهاز أعتقد إذا ما خابني الظن هو السيسيو اللي أقدر أتحكم منه تقريبا بدرجة السواد والبياض والكلر. لا الكلر من الوايت بالانس، بس إنه يعني بالبياض والسواد، غالبا البياض والسواد. بقول لكم يا أن هذا الكنترول من أكثر الكنترولات اللي دشيتها احترافية. إحنا الحين متواجدين داخل وزارة الإعلام. هني سيستم الاتصالات اكيد. قولوا ليش؟ لاني شفت تليفونات الادتس والفيديو. المهم هذا المايك اللي موجود علشان المخرج يكلم المصورين. كل هالشاشات اللي انتم قاعد تشوفونها بالنهايه يطلع لكم برنامج البيت كذي، قاعدين حاطين ريول على ريول تشوفون برنامج، والصوره توصل لكم صوره حلوه واضحه، والتقارير تطلع بشيء يناسبكم ويليق بمقامكم، بعدين تتذمرون. بس احنا لازم نطلع لاند نشيك. صلوا غالي. إن شاء الله حلقة تسجيلية. حلو. راح يكون مع الفنان سعود المزعل وأم فيصل، راح تنورنا، راح يكون فيها أغاني شعبية ووطنية. حلو. بمناسبة عيد التحرير وعيد الاستقلال الكويتي. تسلمين، مشكورة ما قصرتي. وأنت نورتنا اليوم بالاستديو. الله يسلمك نورك. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. صلوا غالي، راح تطلع معنا بالفلوق اليوم. زيطة وزنباليطة، زيطة زيطة وزنباليطة، زيطة زيطة. تكون حلقة العيد الوطني والأعياد الوطنية اللي راح تسمعيني أنا ولولو نغني. راح نغني. شفتوهم شكثرهم ما شاء الله؟ هذول هم اللي يسمونهم الجنود المجهولة. في منهم مصور فوتوغرافي، في منهم من الإعداد، في منهم من الإنتاج، في منهم من مدير الاستديو، في منهم اللي هم الكاميرامان، المصورين، مدير الاستديو، كل الناس اللي قاعد أقول لكم مسمياتها الوظيفية. مهندس الصوت، فني الصوت اللي يركب المايكات، فني الكاميرا. شنو هذا؟ أعتقد هذا الكلر بار علشان راح يسجلون الحلقة. كل المسميات اللي أنا قلت لكم إياها هذول هم الجنود المجهولة اللي قاعد يطلعوا لكم الصورة بالنهاية بأحسن صورة.
وايد ناس تقول لي خالد انت ليش قاعد طالع هني؟ قاعد طالع هني لان للحين ما تعودت على اني انا اطالع العدسه، دائما قاعد احاول كثر ما اقدر اني انا اطالع العدسه وما اذيكم بنظرتي اللي كذي هذه اللي انتم ما تحبونها. تسجيل داخل بلش وانا ما ابي اصور لكم الحفله لان ابيكم تتابعونها يوم 25 26 فبراير على تلفزيون الكويت، وانا احب تشوفون بس التجهيزات وشلون الامور هذه تصير. شكرا جزيلا لكل اللي وافقوا على دخولي هذا المكان، شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المكان. احنا للحين ما خلصنا، كمل الفيديو وياي راح تستمتع.